ليلة واقول لك شفته قالها جمال الشريف. الغندور جاب جمال الشريف ويا ريت ما جابه، لانه تقريبا الكلام ما اسعدهوش. نسمعه احنا. حضرتك حضرتك تماما عندك تماما. عندك حاله النادي الاهلي النهارده على طول. سهل سهل جدا. اتفضل يا كابتن. سهل جدا. لو يوجد ركله جزاء دقيقه 87 محمود ناجي يتخذ قرارا صحيحا باستمراريه اللعب. رشيد احمد استطاع ان لاعب جد اعتقد أيوة. رقم 27 تحرك بقدمه باقصى مدى قدمه اليمنى وساقه اليمنى الى اقصى حدود لكي يستطيع ان يغمز الكره براس قدمه ويبعدها عن احمد نجيب كوكا الذي كان يحاول ان يلعب الكره بيسرى. هنا عندما يمد اللاعب قدمه الى اقصى الحدود وبالتالي يصل الكره براس القدم، القدم هنا ليس لديها امكانيه ان تبقى على نفس السويه او ترتفع، سوف تسقط مباشره الى الاسفل. هنا صادفت القدم قدم لاعب الاهلي وقام ب هبطت القدم قدم رشيد احمد بالكعب القدم على وجه القدم ومن ثم ذهبت تابعت حركتها الى الامام فقامت ايضا بملامسه راس القدم اليسرى للاعب الاهلي. لا وجود لمخالفه، كلا اللاعبين يتحركان باتجاه المنافسه على الكره. وصل رشيد احمد لم يعق او يركل احمد نبيل قدم رشيد، بينما قدم رشيد هي التي سقطت، وهذا طبيعي لان بعد ان تلعب الكره سوف تسقط الكره بعامل الجاذبيه الى الاسفل، وهذا ما حصل. بالتالي قرار الحكم طيب طيب النتيجه قولا واحدا ما فيش ضربه جزاء، واذا كان في حاجه يبقى فاول للبتاع، لان المدافع كان يستعد لتشتيت الكره، ما كانش لسه في المهاجم قرر انه يشترك، والتاني بيلف عشان يلعب حط رجله، فقال لك الله طب هيودي رجله فين؟ ده واخد القرار بالمرجعه وخلصت، فما فيش وقرار مع ناجي قرار سليم. يبقى ادي اتنين، واحد اسباني وواحد عربي محايد.